نزل علي شي 20 فيديو، عملني محتوى كل يوم جالد الحمصي وكل يوم قاتل الحمصي وكل يوم عامل حاله اسطوره الستريم سنايب وعم اجدد الحمصي، ولكن عند الحمصي ما في اسطوره. اليوم راح انهي مسيرته نظامي، اليوم راح نتحدى، اكيد عرفتوا مين، اللي هو رومانسي اللي على طول منزلني على التيك توك. بتعرفوا رومانسي تيك توكر عنده اكثر من 350 الف ودائما منزل الحمصي وجلد الحمصي بالجيم وجلد الحمصي هون وجلد الحمصي هون، ولكن اليوم راح انهي لكم مسيرته نظامي. اهم هذا الفيديو هو انتقام من رومانسي. ايش في؟ ماني حاط شخصية روم، اصبر، وين دخل هذا؟ ايش عم يصير معه؟ يا رومانسي اوه بدي صور فيديو. ايش فيك تدخل يا رجل؟ طيب قل لي بدك تلعب روم. يا ربي قول بدك تلعب روم، قول بدك شيء طيب، انا ادخل احد شخصيات. بدي صور مودي عم يستناني. طيب هذا حكي يا اخي. تعال يا نوب تعال. بربرة يلا موت، ضيفني على الروم دغري. يلا نوب، اصلا انت لو لزيت ايش ما تعرف تلعب يا مزيد. تعا تعا انا كأنه ما اشتغل مع الزيت يا اخوان. بدي نزل عليه فيديو فضيحة رومانسي. تعا تعا يا باط يا ودي يا باط يا باط، انت بلا زيت ايش هو؟ ماشي معلمك انا هون، معلمك تعلم مني. لا تعال نوب يلا واطب اسطورية. تعال جيت بربرني، العب لي وان طب يا اخي. يا اخي خلاص 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 انسحب من الروم، ما في منافس. نوب هذا الولد، حاسس لعيب واسطورة مدري شو. ايش هاللعب هذا؟ والله حرام عم ضيع وقتي، العالم عم تستنى يتصور معي يا اخي. ايش انت يا نوب؟ كان يقولوا رومانسي مزيت، ما اصدق. هلا صدقت ليش؟ شوفوا وقت بدفع مع الزيت ما بدي يجيب ضربة حمراء خالص. فضيحة رومانسي، تعال هبط هبط. هون الزيت، بدك زيت تعال عندي، خد زيت تعال عندي، تعال عندي انا اعطيك الزيت. يلا تعال عندي انا اعطيك الزيت، زيت اصلي انا عندي، مش عندك زيت زيت سيارات، عندي زيت اصلي انا اعطيك الزيت الاصلي. باط باط، لا تنطط قدامي يا حبيبي يا حبيبي، روح تعلم اللعب. بدك تنطط لي هيك وهيك، قلت لك انا جبتها بالصدفة. يلا اي شد روحك مليح، تعمل لي حالك اسطورة تونس واسطورة ورومانسي. تعال ودي خليني، تخيلوا طلعوا على الصفر يا سيدي، راح يكون اقوى فيديو عندي انا بالقناة هذا. تعال يا اخوان، انا عم العب وان طب، هو بيلعب لي يو ام بي. فيرست بلاد، بلغ عليك ما يصير هيك.
first blood. Shaq. هادي هادي خذ لك جول كان. والله صوتت والله صوتت First blood. والله ضربته هيد ليش العلم لغالبة غالبة 5-3 5-3 افرح افرح تعال ما تخليك تاخذ جولات تعال شت نجاد First blood. كيف ايش اللعب هذا تسحبني بالثلج تسحبني بالثلج العب على السوا يعني شفت حالك ما خرجت تلعب ضدي صرت تسحبني بالثلج ايش هالمنطقه هذا كنا اشتغل الزيت عم يصير خرب علي الفيديو الكلب كنت عم بفكر نزل بطريحتك نزل بطريحتي اللي رمي هذا خلاص ليش هيك عم تلعب؟ First blood. ايش هالقرف هذا يا زلمة؟ بتعرف وين تحطه هذا انت؟ ليش عم تسحبني بالثلج؟ اللعبة سوا يا زلمة ليش خايف مني ليش؟ العب يلا شيل ام الثلج هيك كيف عم تضرب شغل الزيت هذا كيف هيك صرت تضرب هلا كنت نوب هلا من جولتين ثلاثة ما كنت عم تلعب خير حولت كيف صار لعبك هيك والله ممكن اعرف رسترت يعني رسترت طفيت وشغلت حتى مشي حالك بس ما شفته ولا جايب لي فاصل خير خير ما شاء الله صار اسطورة هلا يا حرام اوف
يا حرام لو اني قاتله يا حرام كان اجمله جبته هيك ليش حرام والله حرام يا رجل ايش هذا جبت هيد اسطورية كان الحظ باب يا رجل ايش هذا انت اوه والله حرام يا رجل والله حرام